بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين. استمعت إلى النصيحة التي قدمها شيخنا الراحل محمد زحل إلى أحد الدعاة إلى الله تعالى، والذي عرف قبل أن يدخل السجن بدفاعه عن الإسلام بطريقة لا نحبذها، وقد أودت تلك الطريقة إلى الإيقاع بالكثير من الشباب المسلم في أتون ما يسمى بتصرفات غير منضبطة. ثم بعد ذلك رأينا إن شاء الله تبارك وتعالى كيف أن هذا الإنسان والعياذ بالله صار ينفذ أجندات العلمانيين في بلادنا إلى الدرجة التي أصبح فيها مستشارا لوزارة العدل. فسمعت لكثير من العلماء يتكلمون، وكنت أحجم الحديث عنها وكنت أحجم عن الحديث عن هذا الأمر، لعل الله تبارك وتعالى يمن باستنارة عقل وقلب من يعمل ومن عمل سبق له العمل في مجال الدعوة إلى الإسلام. ولكن هذه التصريحات الأخيرة التي أصبح يتفوه بها دفعت الكثير من العلماء إلى الحديث عنه بوضوح، وأن الأمر أصبح لا يطاق، وأن العمل الذي يقدمه للعلمانيين والعلمانية في هذا البلد فاقت كل التوقعات، فتلقف من قبل هؤلاء لاستثماره واستعماله في اكتساب بعض الشرعية لما يقومون به ويدعون إليه، خاصة وأنه عرف من قبل في الأوساط الدعوية، فهذا يقدم خدمة مجانية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك فإن الناظر إلى أحوال هؤلاء ومثلهم كثير حين يرى تساقط الإنسان في طريق الدعوة فإنه لا يسعه إلا أن يقرأ قوله تعالى في كتابه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقول الله للنبي: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قامت عائشة وقد تلمست مكان رسول الله فلم تجده، فوجدته ساجدا فإذا به تنصت وهو مستغرق في الجأر إلى الله داعيا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت عائشة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أتخشى على قلبك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، ما من قلب عبد إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فسل الله أن يثبت قلبك على الإسلام. فنحن نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على الإسلام، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. إن كثيرا ممن عاش مع رسول الله أو بعض من عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا والعياذ بالله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع مجموعة من الصحابة: فيكم رجل يدخل إلى جهنم ضرسه في جهنم كجبل أحد، فإذا بكل الصحابة يموتون على خير ويبقى أبو هريرة رضي الله عنه والرجال بن عنفوة، فخشي أبو هريرة على نفسه فقسم الليل ثلاثة أثلاث: ثلث يقومه وثلث تقومه الزوجة وثلث تقومه البنت، حتى يظل القرآن يقرأ ويرتل طيلة الليل في بيت أبي هريرة، خشية أن يقع ذلك الذي تنبأ به رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبعد ذلك فر الرجال
لمساندة ومناصرة مسيلم الكذاب، وصار عياذا بالله يدعو إلى نبوته ويقوم بقيامة الصلاة له ويشجعه على ذلك، فمات على هذا الأمر مرتدا عياذا بالله. إن الإنسان يخاف على إيمانه، فأعظم ما نملك هو الإيمان. فالإنسان نسأل الله العفو والعافية أن يحفظ علينا إيماننا وأن يختم لنا بالخير. ولذلك كان ابن مسعود دائما يقول: اقتدوا بالذين ماتوا من أصحاب رسول الله، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الله تعالى قال في كتابه وهو يتحدث عن من أوتي العلم ثم ترك العلم وأراد به الدنيا ولم يرد به وجه الله، فصار يلوي أعناق النصوص لخدمة عياذا بالله أجندات أعداء الإسلام. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. نسأل الله العفو والعافية لهذه الصورة التي صورها الله على من ينسلخ من آيات الله بعد أن آتاه الله العلم ينسلخ منها. ولاحظ معي هذا المعنى وهذا التعبير الرباني للانسلاخ، فإن الشاة إذا سلختها يستحيل أن تعيد الجلد إلى مكانه، فكأنه ميؤوس عياذا بالله من العودة إلى ما كان عليه من الصلاح والاستقامة، لأنه عرف ودعا إلى الله وبعد ذلك صار يدعو إلى نقيض ما كان يدعو إليه، ويبشر بالعلمانية وبتفسير غريب للإسلام خارج أطر التفسير، خارج قواعد هذا الدين، خارج كتاب الله وسنة رسول الله وما اجتمعت عليه الأمة. فسمعته حينما بدأ الحديث عن مسألة تغيير القوانين حتى يسمح لما يسمى بالعلاقات الرضائية، أي العلاقات خارج إطار الزواج، فسمعته يقول: إن الفقهاء كانوا يتكلمون عن مسألة الرضا بين طرفي العقد، الرضا فقط، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الضوابط وشروط صحة العقد من ولي، من طرفي العقد، من قبول وإجاب، من شهود، من صداق، من توثيق ذلك حتى يضمن الحق للطرفين وخاصة الطرف الأضعف، إذا به عياذا بالله يقول يكفي هذا التراضي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يعني أصبح والعياذ بالله مسألة الزواج تتم بالتراضي بين الطرفين، زوجتك نفسي، إلى أين نحن ذاهبون؟ ورأيت والعياذ بالله وهو يصرح علامة الرضا عند تلك التي كانت تجلس بجانبه، هذا أمر عجيب. هذا لماذا هذا العبث في دين الله؟ أعمنتم من كل متابعة في هذا البلد الذي دستوره هو الإسلام، دستور الدولة هو الإسلام، وإن من أعظم لبنات المجتمع التي ينبغي الحفاظ عليها هي الأسرة المسلمة، الأسرة المسلمة، وأن الزواج ينبغي أن يتم حسب الضوابط الشرعية. الله أكبر، تراضي، أليس هذا دعوة إلى مسألة المتعة؟ زوجتك نفسي، أليس هذا عياذا بالله سقوط في أتوني الفواحش؟ أليس هذا ما يريده الذين يريدون للأمة أن تميل ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما؟ لو غير أمثال هؤلاء قالها لهان الأمر، نقول هذا علماني
هذا لا يؤمن بصلاحية كتاب الله ولا يعتبره مرجعية للأمة في تحد سافر للدولة ولدستورها، لكن أن يقول ذلك ممن كان في فترة من الفترات على المنابر يصدح بالدعوة إلى الله تعالى، فهذا أمر عجب عجب عجب. ولذلك سمعت لبعض العلماء وهم يتحدثون عن هذا المنزلق الخطير، ولذلك فإني في الأخير أسأل الله أن يثبتنا على الدين، ثانيا أن يثبت الدعاة إلى الله، ثالثا أن يريدون من وراء دعوتهم وجه الله، رابعا أن يعيد أولئك إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان. اللهم صل وسلم على سيد ولد عدنان، والحمد لله الرحيم الرحمن.